خير يا عمري. مرحبا يا مو. حبيبي برقلي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا مو. ان شاء الله كل رمضان وانت بخير وينعاد عليك بالصحه والسلامه يا مو. وعليك يا تقبرني. الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك دلال. الحمد لله على سلامتك ابن عمي. اهلين اهلين خيري. هاتي هاتي هاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي هاتي هاتي. ضحي يا بيتا. دخيل روحك انا دخيل روحك. يلا يلا. وينكم؟ تفضل عصام تفضل. بعدين؟ لك اهلين اهلين وسهلين. اهلين اهلين اهلين. الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك اخي ابو شوكه. كيفك سلفي؟ لك اهلين مجود اهلين ما شاء الله بسم الله. شو اخي ايمتى رجعت؟ والله بعد اذان العشاء. طيب ليش ما اجيت صليت معنا التراويح؟ لك كنت بدي اجي بس ابوك حتم علي ما اطلع من البيت. ايه بهي معك حق. لك اهلين. أهلين 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 أهلين. شلونك يا بي؟ إيدك يا بي إيدك. الله يرضى عليكم. تعال بي لك تعال تعال. أبي بدك دير بالك بدك تضل صاحي وانتبه عيونك 10 على 10. طلعت لعفو شيتك أي قول الله. والله قلبي حاسسني يا بي. إي والله فرنساوي ما معه لعبة. ما عدوش ببلاش أبي. على دمك على دمي على دم الشام كلها. المهم مصلحته. هذا الكلام مظبوط. خلاصته ابي اللي لازم تفهمه من هذا الحكي كله انه انت لا بتزيد ولا بتنقص ولا حتفرق عن اي واحد من الرجال اللي عندك هنيك. صبرك بصبرون قتل كل فرشكل. فهمتني ابي؟ ابي ما بدي حدا يجيب محد. انت رجال وانا رافع راسي فيك. ما بدين اهلنا ابو عصام راح صعب العفو لابنه دون عن الناس كلها. وليش ما اعتز دون عن الناس كلها؟ وصلت؟ معلوم وصلت يا بي. وامرني ايش ما بدك بساوي. شوف ابي انت مشيت الطريق صار محسوب عليك ومو بس عليك. انت فاهم علي؟ محسوب عليك وعلى اهلك. هذا الطريق لازم تكمله بي. لازم تكمله. محلك مو هون معتز. بعرف يا بي محلي مو هون. محلي فوق عند الرجال. بس انا رجال شعروا علي بشغلي والله خرطة مشطي. هات لشو؟ يا بي البلد. محشاي عويني. والحارة شرعوا. فأنا إذا طلعت بالحارة هلا عيني هدول رح يشتلوا علي ورح يحطوا عينهم علي وين ما رحت وين ما اجيت. فانا كل 3 4 ايام بطلع على الجبل لعند الرجال هنيك بكمشهم على الطريق. مخوطرة عليك الشغلة لك معتز ولا مخوطرة؟ انا يا بي مخوطرة بس خايف علي يا ابو عصام. عليك ماني خايف. انا خايف من الفرنساوي. لا تخاف علي يا بي لا تخاف. الفرنساوي ما رح يخوفني. حتى لو طلع بخلقتي بعرف كيف انفض منه. شو رايك؟ قول الله قول الله ابي قول الله. بس وينك؟ من الحاره مالك طالعه؟ ولا يهمك يا ابي. راح اتمني متربس بالحاره تربسي. ايوه على فكري ترجع لمصلحتك. لا انا ارجع لمصلحتي. انا عم فكر ارجع لعند ابي. قد كان ماني حابب فارقه منه. الله يبارك فيك الهي. ايه لخير ايه شو جاي على بالي بس يجهجه الضو انزل على الحاره اتفتل فيها شوف لختاتها زواريبها قصقه ياك يقبرني الله انا يا بعيد الشر ان شاء الله بكره بتطلع وبتشوفها كلها عم يضايقك شي هلا بطل لا ايوه يا وش قلبي طالع شبهك الخالق الناطق لك يسعد لي الله انا ابن عمي اعمل لك شيء شو عم اقول لك بدك شيء لازمك شيء لا 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 ما بدي شيء ما بدي شيء سلامتك ما بدي شيء ما بدك تشوف معتز شفته وحكيت معه مش لحق خلص شفته سعاد الله يرضى عليك طفي الضوء طفي الضوء
يا ابي عقيد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك علي عمي صبري. معتز حبيب قلبي يا اهلا وسهلا. اهلين بحالي. طب اجا معتز يا اخوان. لك علي ما علي انه الحاره نورت والشمس شعشعت بقدومك يا ابو اهلي عبدو. اخير كل حصلك عبدو دخيل عينك انا ان شاء الله جوازة الدهر يا عبدو. لك على راسي يا ابو جود. لا تفضل تفضل انت خيرك على راسي. الله دخيلك. مرحبا يا شباب. لساتنا ابو كرم ولا غيرنا؟ الحمد لله رب العالمين وربي يطعمنا الغلام بجاه الحبيب المصطفى. امين امين على راسي. ايه عقيد هات احكي لنا وين كنتوا خبرنا الاخبار الطيبه عن الرجال. انو بس وحياة هالشوارب ومالك علي يمين كل خبرية عم نسمع عنكم عم تدقوا الفرنساوية عم ندعي لكم من صماصيم قلبنا. اي والله انتم كل هالقضايا. اي والله الحكي مدوز. والله يا رجال الرجال هونيك ما عم تقصر منه بس هلا تيجي هدينا شوي لنشوف رجال الكتلة شو بده يطلع معهم. يا رب يا رب يا رب يا عمي اللبن عم يغلي. هدى الله يرضى عليك خدي اللحمه ساقطيها باللبن. حاضر مرحبا. يا ابني جود عم يبكي. خيريه قومي شوفي الصغير انا مكمل البرغله.